أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الزواج يعين على طلب العلم؟ يختلفون الناس. اللي يحتاج الزواج ويخاف على نفسه ولا يستقر لطلب العلم ويأنس إلا إذا تزوج، هذا يجب عليه الزواج إذا كان يقدر، لأنه يعينه على طلب العلم والاستقرار. أما إذا كان ما يخاف على نفسه ولا وعنده قوة في إيمانه ودينه، فهذا ما هو بلازم الزواج، تفرع لطلب العلم. نعم.